تم اختراق بيانات مليار حساب على تيك توك. هذا هو عنوان قصتنا وبلا مقدمات. ولكن هل هو مؤكد أم لا؟ هذا هو ما سنحاول أن نعرفه في قصتنا هذه. بدأت القصة عندما قام باحثون في الأمن السبراني بالكشف عن قراصنة اخترقوا تيك توك ووصلوا لبيانات أكثر من مليار مستخدم، وأن الاختراق المعلن تم بقرصنة خادم غير آمن. وصل الهاكرز لبيانات مستخدمين أغلبهم من القاصرين. من جهة تيك توك، نفى المتحدث باسم التطبيق وقوع أي تسلل أو سرقة للبيانات، وأكد الفريق الأمني في هذه الادعاءات أنه حقق فيها ولم يجد أي دليل على صحتها. يذكر أن هذه الحادثة تتزامن مع تنبيه أصدرته مايكروسوفت يحذر من ثغرة أمنية في هذا التطبيق الصيني على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وتسمح للهاكرز باختراق حسابات المستخدمين بضغطة زر واحدة فقط. مليار حساب هو رقم أثار الكثير من التفاعل عبر السوشيال ميديا، ومعه الكثير من التعليقات أيضا، أبرزها من المدون التقني عبد الله السبع الذي كتب: يقال أن الاختراق على تيك توك حصل للأرقام السرية وطرق الدفع، وعدد الحسابات المتضررة أكثر من 2 مليار، الشركة تنكر لكن احتياطا غير كلمة السر. كتب عبد الرحمن ردا على هذه التغريدة وقال في تغريدة أخرى: إذا حقيقي الموضوع فهم وصلوا قواعد البيانات وما رح يفيد تغيير كلمة السر، إلا إذا الشركة قدرت تتأمن قواعد البيانات من جديد. أما محمد فرأى الموضوع من منظور آخر وكتب: أصلا شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية، وهذا الشيء معروف بدون تسريبات. أخيرا سيد تساءل في هذه التغريدة: هو على أساس بيانات التيك توك كلها ملفات حساسة وخطيرة؟ ما هو كله عبارة عن هبل وسب وأشياء أخرى لا داعي لذكرها. لنتحدث أكثر عن هذه القضية معنا من بيروت المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم. أهلا بك أستاذ رولان. يعني تضاربت الأقوال اليوم بين المختصين الذين يؤكدون أن اختراق تيك توك تم، وبين الموقع الذي ينفي كل ما قيل. من الذي يقدم رواية أكثر تصديقاً برأيك، خاصة وأننا نتحدث عن عدد حسابات ضخم؟ أول شيء مساء الخير لك يارا ومساء الخير لك المشاهدين. هلا لأكيد بمحل معين في اختراق تم وفي معلومات انسحبت. هلا شو قيمة هذه المعلومات وقد ايه هذه معلومات confidential أو سرية، وقد ايه هذه المعلومات هي public information أي معلومات منشورة، أو إذا تم حدا الحصول عليها ما فيها ولا أي إشكالية؟ هذا السؤال اللي تبين حاليا إنه المخترقين قالوا نحن اخترقنا سيرفرات غير محمية، وعلى هذه السيرفرات كان في داتا. هلا التقرير الرد تبول الشركه تبول تيك توك لما اجوا قالوا نحن عملنا اذا بدك البحث الامني، وتبين عنا انه ما في اختراق امني وما حدا مضطر لا يغير الباسورد ولا في اي خصوصيه انخرقت. وحتى اذا بدك مختصين بالامن السبراني اكدوا انه الداتا اللي عرضوها المخترقين ما كثير لها قيمه، او منا اذا بدك داتا كثير مهمه او كثير كبيره. فكرمالك اذا بدك بملخص مفيد، في اختراق معين حصل لداتا بسيرفرات معينين، بس هيدي الداتا منا كتير confidential، هيدي public data. ولكن رولان يعني مليار حساب، نحن عم نحكي عن أكثر من نص مستخدمين تيك توك، يعني هل يعقل؟ ما برجع بقول هيدا الشيء اللي أعلنوه المخترقين، بس مش يعني هيدا الشيء ضروري هيدا اللي صار. هيدي أول نقطة. تاني شيء، شو المعلومات اللي اتخذت من هول المليار مستخدم؟ إذا هن بمحل معين أخذوا اليوزر نيم تبعولهم أو الصور تبعولهم، ما هول كلهم بمحل معين معلومات public. فلما أنا بقول خرقت معلومات مليار مستخدم، إذا خرقت الباسورد تبعولهم أو خرقت معلومات كتير private أو confidential عندهم، إيه بيكون في هون ساعتها خصوصية انخرقت. بس إذا أنا خرقت public information تبعيتهم يلي هي publicly موجودة وين ما كان، هون ساعتها ما بيكون في إشكالية كبيرة. طيب ما مدى برأيك ارتباط القرصنة مع التنبيه الأمني من شركة مايكروسوفت يلي حذر من ثغرة أمنية عالية بتيك توك على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد؟ صحيح يارا، وهذا السؤال الأهم.
مايكروسوفت حذرت من ثغرة أمنية بأندرويد، وهذه الثغرة أدت لأنه في مخترقين يقدروا يسرقوا كتير بيانات ويقدروا يسرقوا اليوزر نيم والباسورد تبول المستخدمين على تيك توك. وحتى بعد أكثر في خبرة حذروا أنه تيك توك بإنت إذا نحن بتيك توك وصلنا رابط، إذا فتحنا هذا الرابط بقلب تيك توك، تيك توك عم بيعمل شيء بيسموه كي لوجرز، يعني عم يسجل كل شيء نحن عم نستخدمه على الكيبورد من يوزر نيم من باسورد من كريدت كارد انفورميشن وغيرها من التفاصيل. وكلنا بنعرف اصلا المشاكل بين تيك توك والولايات المتحده الامريكيه خاصه بالنسبه للمستخدمين اللي هن موجودين بامريكا، ووصلت لمحل انه الولايات المتحده انزل تيك توك انه يا بده يعملوا اذا بدك كل الداتا تبول المستخدمين بامريكا تكون على خوادم اوراكل، يا انه بده يحجبوا الموقع. فهذا الموضوع في كتير حسابات له، في حسابات سياسية بين أمريكا والصين، في عندك حسابات أمنية، في له كتير حسابات. طيب رولان، ذكرت نقطة حضرتك أنه البيانات المستخدمة في تيك توك غير مهمة، وتعتبر غالبية يعني مستخدمين تيك توك من القصر وتحت 15 عاما. من الذي يستفيد الهاكرز في من بياناتهم، وما مدى خطورة اختراق حساباتهم؟ يارا خلينا نوضح شغلة، أنا ذكرت الببليك انفورميشن أي المعلومات المنشورة يلي هي ما كتير إذا بدك بتأثر، بس في المعلومات يلي هي المعلومات إنه تاريخ الميلاد، شو هي الباسورد اللي ممكن يكون حدا مستخدمها بمحل تاني، تفاصيل بيطلبها إذا بدك تيك توك، هولي لا إذا حصل عليهم المخترقين لا بتأثر. هيدا أول نقطة. النقطة الثانية كمان لأنه تيك توك هو عم يستهدف الجيل الشباب، فاختراقات حساباتهم ممكن يخترق الخصوصية تبعيتهم. طيب لأنه كمان يعني هذه المعلومات الهاكرز بشو معقول يستفيدوا منها؟ ما هون برجع بقول هون الهاكرز بدنا نجي نشوف، اذا عم نحكي عن هاكرز هدفهم بس الاختراق لموضوع الضرر شيء، اذا عم نحكي هاكرز يمكن من امريكا او من اسرائيل او من روسيا هدفهم ياخذوا معلومات لمستخدمين بامريكا وغيرها شيء ثاني كليا، لانه نحن بهيدا المعلومات في كتير تفاصيل لهم علاقه بحياتنا اليوميه، تفاصيل بتخليهم يعرفوا مين هن المستخدمين، كيف بيتصرفوا، على اي اساس، وبيقدروا يستخدموا هذا الموضوع باعلانات تستهدفهم، مثل ما صار بفضيحه كامبريدج اناليتيكا بفيسبوك، وهلا فيسبوك عم تدفع غرامات كتير كبيرة من وراء هذا الموضوع. خلينا ما نستهون أبدا بمعلوماتنا الشخصية وبأي فيديوهات نحن عم نطلعهم، بأي صور، بأي معلومات عم ننشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب بعد كل هذه الأخبار يلي عم تنتشر، عطينا خطوات يجب على مستخدمي تيك توك فعلها يعني لتأمين حساباتهم من أي اختراق ممكن أن يحصل. أول شيء خلينا نميز بين شغلتين، فينا نحن نقدر نحمي حساباتنا قد ما فينا، بس بنفس الوقت ما بنضمن الشركة شو عم تعمل بالمعلومات اللي نحن عم نطلعها حتى لو كنا عاملين حامين حساباتنا. فبأول إطار ضروري الشغلتين نعملهم، أول شغلة يكون في عنا باسورد موحدة بس بنستخدمها على تيك توك ما بنستخدمها على غير منصات، وشغلة تانية نفعل خاصية التو فاكتور اوتنتيكيشن، أي إنه نحن نربط مش بس يكون عنا يوزر نيم وباسورد تنفوت على الحساب، نقدر كمان نربطها بأوتنتيكيشن أب أو نربطها بيوصلنا اس ام اس على تليفوننا، إذا في حال حدا سرق اليوزر نيم والباسورد ما يقدر يفوت. بس بنفس الوقت أنا بدعي الكل ما يطلع على تيك توك لا صور ولا فيديو ولا اي شيء خاص او ممكن يكون في برايفت انفورميشن او صور يمكن فيها شوي اذا بدي خصوصيه لنا، لانه هول المعلومات ممكن باي لحظه اذا صار في عمليه اختراق او مثل ما كتير بيطلع اخبار انه تيك توك بيبعت كل المعلومات على سنغافوره وهيك يقدر يستفيدوا من هالمعلومات الخاصه فينا. طيب هل ممكن برايك مستقبلا انه نشهد تعرض تيك توك لمزيد من محاولات الهجوم السبراني باطار صراع النفوذ الحاصل بين الولايات المتحدة والصين؟ يارا أكيد بطبيعة الحال ما في ولا أي إذا بدك حساب على موقع التواصل الاجتماعي ولا أي بلاتفورم ولا أي محل منه معرض للاختراق، ما في ولا يعني كل يوم عم نشوف فيسبوك أبل وغيرها عم يكونوا معرضين للاختراق، ما في شيء آمن 100%، كرمال هيك رح يضل يصير في اختراقات، وكل مرة هن بيصلحوا ثغرة معينة وبيعملوا أبديت، بهذا الأبديت بيكون في ثغرات تانيين، وهيدي المعركة عم تكون معركة تجارية، عم تكون معركة سياسية، معركة للحصول على البيانات، فرح يضل موضوع الاختراق وارد بأي لحظة. وهلأ بكرة رح نضل نذكر بعضنا كل يوم والتاني رح يكون في عملية اختراق ساعة على تويتر، ساعة على أبل، ساعة على تيك توك وغيرها. كل الشكر لك، كنت معنا من بيروت المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم.